مليتي من القعده لحالك على البلكون؟ لك ساعتين قاعده. بالعكس عم سلي حالي بحالي. ايه اوكي. شوفي شوفي، شايفه الطقس ما احلاه؟ بيطير العقل. هدول مو جيراننا الجداد؟ بلا، هدول اللي ساكنين فوقنا بالضبط، بس مبين عليهم اوادم ما؟ والله انتي قدره، مو انتي لك 3 ايام قاعده على البلكون عم بتراقبيهم كل الوقت؟ بالله شو؟ وليش لحتى راقبهم يعني؟ لك تضربي شو انك هيك بتحطي حطاله الواحد وهي بطلنا نقعد هون منيح هيك؟ ايه. فوتي. شو ها؟ اسمه كريم؟ كاتب لي رقمه كمان؟ ايوه كريم. ايه شكله هالكريم ما بضيع وقت بنوب. سموحه هلا انت مو بتحبيني؟ ايه طبعا بحبك. يستر عليكي، لا تجيبي سيره قدام بنات. ماشي. لك حاجة ميك اب، هدول النسوان الكبار بحبوا الوش هيك يضل فريش. ما بعرف، حاسة وشي كتير مصفر اليوم. ما انتي شبك؟ وشك ليكو ما فيه شي؟ شكلك انتي خايفة لأنه اليوم بدك تشوفي حماتك. عم تمزحي؟ اي والله خايفة كتير، يعني عندي نفس الإحساس اللي إجاني أول مرة شفتها فيها وقت ما إجت خطبتني هي وائل. يا الله نور، يعني ما أنا هديك القصة. بعدين أنتي مو قلتي لي إنه هي طيوبة وحبابة وهيك رحمانية؟ إيه هي كتير طيوبة، بس يمكن ما صح لنا نتعرف على بعض أكتر. تصدقي إنه كل اللي شفتها فيهم هن 3 مرات؟ بعدها يعني أول مرة شفتها فيها وقت ما أجت خطبتني، وبعدها سافرت على ألمانيا، وهذا وش الضيف. ألو. إيه حبيبي. يلا نص ساعة بكون جاهزة. طيب ماشي حبيبي. يعني يا الله يا ريت، لا مو هيك بدي أقول، بلك يا الله يا ريت أخوك ومرت أخوك إجوا معها من ألمانيا. طيب يلا نص ساعة خلص. يعني ما قدرت تدبري لي واحد أكبر من هاد؟ شحاد ومشارط، هذا اللي لقيته عند رامي رفيقتي. بعدين لكي ما بدي وصيكي، بتديري بالك عليه كتير 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 منيحة، لأنه هذا هدية من خطيبة، بتعرفي له خطيبة مكحتان وإيده هيك ماسكة، إذا بصير له شي بتجن. إيه كان يكبر لي شوي، يعني مو معقولة حاسة كأنه لعبة لأولاد صغار. إيه إذا بهي معك حق، أساساً هو هداها يا لأنه كانوا متخانقين، بس مشان يحسسها إنه هي مولدنة وسخيفة. لكي شو بدي قلك، إذا ما بدك يا بلا ليكو هاي عندك البيانو، دربي عليه احسن لك. لا لا ماشي حاله، اساسا انا بدي اياه صغير مشان حلق فيه بكل انحاء البيت. البيانو وين بدي انتعه؟ هذا بشو بدك تستخدمي؟ يعني بشو بدي استخدم الاورج؟ بيعملوا فيه قهوه. يعني لشو بيستخدموا لولو؟ لشو يعني بيستخدموا؟ مشان الموسيقى ولو يا هبول مبينه. لا عن جد؟ عم تحكي عن جد؟ والله فكرت بيعملوا فيه مساج. تضربي منك إلا شو صايرين سألة. شبا ليه انزعجت؟ شو حكينا؟ يعني عن جد فكرت انه ما بتعرف انه هذا اورج وبيتدربوا فيه موسيقى. ايه معقولة انت الثانية كمان؟ يعني معقولة ما بتعرفوا للاورج؟ يعني هديك لبنى الغبية اللي ما شاف شي بحياتها ممكن. اهلين لبنى.